هيفا وهبي، اهلا وسهلا فيكي معنا. بتسمحي لي بسوري اقول لك ريتك تقبري قلبي على هالحلاوه؟ ثانك يو، انا بموت فيكم، بحب سوريا كثير والناس كل سوريا بتحب. مرسي مرسي. بالدراما العربيه ابدعتي، بالدراما المصريه ابدعتي، الدراما السوريه وين دورها بقى؟ انا شايفه انه الدراما السوريه عم بتبدع كمان عنا، يعني بكل عم تشترك بدراما عربيه عم تعجبني كثير، بس بتمنى ترجع الدراما والسينما وكل شيء بسوريا مش بس الدراما. لمنتجين ومخرجين للدراما السوريه هيفا وهبي بتقبل دعوتكم؟ اكيد انا بحترمهم كثير وبشوفهم من اقوى مخرجين العربي العرب، ويعني يمكن لو ما الأزمة اللي صارت بسوريا كنا شفنا بعد أعمال أكبر وأضخم من اللي عم بيصير، بس هني كمان بصمتهم موجودة بكل المسلسلات اللي عم تصير برات سوريا، كان بدبي أو بلبنان حتى بمصر. لا أنا كتير بحترم مواهب المخرجين السوريين. مين الممثل السوري اللي ما بتفوتي له عمل؟ أنا بصراحة ما عندي شخص ما فوت له عمل، أنا بحب العمل الحلو، فيعني أكيد أستاذ كوساي من الناس اللي بيقدموا صورة الفنان السوري بطريقة حلوة كتير، أنا كتير بيعجبني تمثيله. هيفا وهبي حلوة 24 ساعة؟ 48 ساعة. صدقا بتفيق الصبح؟ لا أكيد كل إنسان عنده الوقت تبعه، إنه يكون مثلا حس حاله اليوم مش يومه، اليوم مش أنا، بس أنا بلاقي إنه إذا أنا مثلا عاملة فول ميك اب وعندي شيء وما حب شكلي، بلاقي إنه الحل إنه شيل كل هذا الميك اب وكون يعني ناعم، أول ما غير وصير على أنعم بقتنع بحالي، يعني دايما حد يرجع لحاله. ليه عداد الزمن عندك غير عنا كلنا؟ لا مالك أنت. والله عداد الزمن عند هيفا بحبني الزمن. ونحن بنحبك هيفا. بحب شعرك، بحب جسمك، بحب لونك مثل ما انت حبي حالك، تستاهلي. ودي خص كمان السيده اللبنانيه وقال لها انت حلوه، انت انيقه، وانت ناجحه رغم كل الظروف اللي لبنان عم بمر فيها. شكرا دكتور ميشيل، دكتور ميشيل داخل، ثانك يو سو ماتش على هالايفنت الحلو اللي كله اناقه وجميل وحضور حلو. Thank you, Amiga. Thank you so much.